يا مساء الرضا والسعادة على كل مشاهدي صدى البلد وبالتحديد مشاهدي مطبخ البلد. يعني الأيام اللي فاتت عملنا أكل من جميع أنحاء العالم، وبعدين امبارح كلنا مبكبكة وبكبكت لنا بقنا. النهاردة بقى نعمل حاجة خفيف خفيف كده، تكي تكي سكي سكي كده، بتخلص في ثانية إلا ثانية، علشان عايزين أكتر ندردش مع ضيفتنا القمر اللي مشرفاني النهاردة، الشيف فادي علي. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الشياكه والجمال والقمر ده، ربنا يعينك. يعني حاجه جميله كده، شميس ساتان وحاجه يعني اورينتال. ان انت اللي جميله. اكبر حضرتك ايه؟ الحمد لله. قولي لي، احنا النهارده هناكل صدق. حلو. قولي لي بقى، الصدق الناس كتير بتعمله، هو بسيط قوي، ما بياخدش 10 دقايق. هل في تريكه معينه هتعمليها النهارده هتشيعه؟ هتوديه في حته تانية. يلا بينا. يلا بينا. مكوناتنا ايه؟ مكوناتنا زيت وبصل، فلفل سبايسي، وطماطم، ملح وفلفل وتوم وكمون، وهنعمل سلطه طحينه جنبها. بس خلاص. حلو قوي. حلو، الحاجات البسيطه الجميله دي. نبتدي. يلا بينا نبتدي. نحط الزيت. اوكي، هننزل بال، محتاجه بس سباتولا او يلا حاجة. يلا اهي. اوكي اوكي السدوق برضو من الاكلات، هي اكله شعبيه وبتتباع في عربيات. طبعا كتير. احنا دلوقتي بنعملها في البيت، بتبقى احلى كمان من بره. بس كمان على فكره هي موجوده في اوتيلات كبيره طبعا، وفي كافيهات. بس دلوقتي بقوا يقدموها بدبس الرمان، وبيعملوا لها تركات تانيه. ايوه، كابيتايزر. ايوه صح كده. فهي اكله الحقيقه بتعجب كل الاذواق، بتعجب كل الطبقات، وعلى قد جبنه، مكرونه، سندوتشات، حاجات كده يعني. بتفضليها اكتر كغدا ولا كفطار ولا بتفضليها؟ لا غدا طبعا، غدا وعشاء. عشاء اليوم اللي هتبوظي فيه. لا، وبتعمل حمو برضو كده فاديه رخم. حمو جامد جدا. وانا محتاجه بس اعلي النار شويه. برضه ده من الاكلات اللي بيقول لك روحها خفيفه على النار. طبعا ما بتاخدش وقت. السجق والكبده والحاجات دي كلها كده بقت ابيتايزر دلوقتي، بس بقوا يدخلوا معاها دبس الرمان. فبقت ليها كذا عشان تاخد كذا طعم. التيست بتاع السويت اند ساور، صح كده؟ بس قولي لي، انت ذوقك اصلا في الطبخ اكتر، يعني الحاجات اللي انت منوره ومبدعه فيها اكتر، الطبخ التقليدي بتاعنا الجميل؟ لا، الشرقي. الشرقي بتاعنا احنا التقليدي الحلو. ده ايه بقى؟ يعني ايه اكتر حاجه؟ كل حاجه تتخيليها. انا بحب، هنحط الثوم على البصل. يلا بينا. بحب اعمل طواجن، محاشي، بشاميلات بجميع انواعها. كل حاجه. الله، ريحه بدات تطلع. ريحه بدات تطلع هايله. هو الثوم لما بيتحط على البصل بيعمل ريحه رائعه. فانا بشتغل شرقي في كل حاجه. طب واذواق الناس بقى في المطاعم رايحه اكتر لايه؟ للبلدي. الحاجات البلدي. مش الحاجات اللي هي دخيله علينا من خمس سبع ثمان سنين. لا، بتروحي مره واثنين وثلاثه تاكليها، بس بترجعي تاني ايه؟ لمكانك، لمنطقتك. يعني اكتر الاوردرز يعني اللي بتطلب في الكافيهات والريستوران والحاجات، الطواجن والمحاشي والحاجات دي. لكن دلوقتي الاكل التاني ده بقى عادي دلوقتي كده. شوحنا البصل، هحط الطماطم. في ناس بتحب تحط السجق الاول ياخد تشويحه وبعدين نحط الطماطم. بس انا بحب ادبل البصله شويه كده والطماطم. ايوه، وبعد كده ابدا احط السجق. بس عارفه برضو يا فاديه مين اللي اكتر بيميل للتقاليع الجديده في الاكل، واللي بتوع الماركتنج بيستهدفوهم قوي في الحاجات دي؟ التين ايجرز. لان هم اكتر اكتف على السوشيال ميديا، وبيشوفوا الاكسبلور، وبيشوفوا الحاجات بتاعتهم بقى دلوقتي، بيشوفوا حاجات على التيك توك، عايزين يروحوا ياكلوها في الكافيهات وفي المطاعم. بس برضو بيرجعوا لمرجعهم هم في الاخر. بس بيرجعوا لما بيكبروا شويه. ايوه، زينا كده لما كبرنا شويه رجعنا. ايوه، ولا اي كبرنا. قمر ما شاء الله. بنحط الطماطم، بفضل يعني ادبل الطماطم شويه كده. طبعا عشان الوقت، ف هنعمل، بس هي اهم حاجه الطماطم تدبل شويه. طيب انا معايا فاطمه، عايز اسلم عليكي. مساء الجمال يا فاطمه. مساء النور يا ايه، اخبارك ايه؟ ايه مين؟ ايه مين؟ يمكن قصدها انا. استاذه فادي عامله ايه؟ الحمد لله والله. انت اللي عامله ايه؟ يا رب الحمد لله تمام. على فكره عايزه اقول لك ان بتسلم ايدك على اكل السجق اللي انت عاملاها، بجد تحفه جدا. ربنا يخليك. دي اقل حاجه عندنا على فكره. ولا جامد.
كنت عايزه وصفه السجق، هل السجق ينفع يتحط في الفرن؟ السجق زي اللحمه كده من مصر. السجق ينفع يتحط في الفرن؟ هينجف. اوكي. السجق بيحب يبقى جوسي شويه. طب بصي انا هنصحها نصيحه وحضرتك صححي لي لو انا بفتي. قول. يعني انا مثلا ماما في نوع طاجن معين كده هي بتعمله لنا، طاجن السجق، وبتقطع فيه بطاطس تمام، وبتحط فيه بقى عشان ما ينشفش زي ما حضرتك قلتي، بتحط الطماطم معصوره. معصوره. وتزودها كمان ميه بحيث ان هي لما يخش الفرن يفضل برده ستيل جوسي. ايوه. وكده كده هو بينزل برده الفاتس بتاعته فهيفضل جوسي. السجق برده يا ندى. ايه روح؟ حسب نوع السجق. ساعات بيبقى فيه سجق ناشف، ساعات بيبقى فيه سجق اصلا نوعيته حلوه. اوكي. فاهمه؟ في حاجات تتحط في الفرن حسب نوع السجق بيبقى. وغير كده يعني في أسوأ الاحوال خالص احنا ممكن نعمل حاجه اذكى، احنا ممكن نسويه على البوتاجاز من فوق. ايوه انا بعمل كده عشان البطاطس كمان. برافو عليك. تبقى برافو جميله كده وفي الاخر اسقط البطاطس فيه واحطها في الفرن. فاهمه؟ لا هي وهو يستوي كله على بعضه منه فيه بدهون. البطاطس استواها بيبقى اقل من السجق شويه عشان ما تتهريش. اوكي. فاهمه؟ بطاطس ما بتستحملش. أوكي. احنا كده شوحنا البصل والطماطم. السجق بيستوي اسرع من البطاطس ولا ايه؟ صححيني. ايوه ما هو صح، بس البطاطس سواها دايما بيبقى اقل من السجق شويه. اوكي. فاهمه؟ زي انا بعمل بكبكه مثلا ببطاطس. حلو. بدي نص سوا وبعدين اسقط البطاطس الاخر عشان ما تبقاش ان النشا بتاعها طلع. ايوه صح. فاهمه؟ تقل الصوص بتاع الحاجه. انا قصدي ان هي تسويها على البوتاجاز وعايزه بقى تحطه في الفرن بعد ما يكون استوى خالص وبقى تمام، يخش ياخد شمه كده في الفرن ولا حاجه. عادي ياخد بس طعم الفرن. تحطي عليه موتشاريلا. ايوه. وممكن زي اللي طالع موضه دلوقتي. زي اللي طالع موضه دلوقتي. انما انا هتلاقي طبخه جامده قوي يا ولاد. طبعا طبخه كده. شوحنا البصل على الثوم وبعدين حطينا الطماطم دبلت، هحط الفلفل طبعا اختياري، اللي عايز فلفل سبايسي عايز، مش عايز فلفل سبايسي بيحط ممكن رومي. نبدلوه بفلفل الوان او فلفل رومي او فلفل الوان الكوبي ده احنا بنقول عليه في اسكندريه فلفل الكوبي. الشعبي ما بيمشيش غير بالفلفل الاخضر موحوح. ما الشغل الالوان ده والحاجات دي يعني بيبقى عامل شويه افتكاسه كده من عندنا. لا بس انا انتوا عارفين يا جماعه انا بفضل اكتر، وانت برضو قولي لي ذوقك، انا بفضل الفلفل الالوان اكتر في السلطات. سلطات برافو عليك. علشان يبقى فريش ونبقى خدنا كل فوائده. ايوه صح كده. ايوه. سلطات. لكن في الحاجات دي جرت ريق. ولسه ما تدوقيه كمان. الله 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 الله. نعمل جنبه سلطه الطحينه. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه والله يا جماعه بجد، الفضل كل الفضل فيما يعني يخص موضوع الطبخ ده، اولا طبعا لامي، لان انا امي طباخه جامده جدا بس مالهاش خلق تقف في المطبخ، معرفش ازاي بتعمل الحركه دي. بس كمان انا في مطبخ البلد، انا مدينه لبرنامج مطبخ البلد والقناه صدى البلد، عشان انتوا من كتر الشيفات الحلوين الشطار المتخصصين اللي بتجيبوهم بجد، الواحد طول الوقت دماغه بقت شغاله في الاكل. الدماغ شغاله بس المعده ما بقتش تشتغل في الاكل، فاحنا محتاجين بقى ايه نبدا نشتغل على تشغيل المعده ولا بلاش احسن الواحد يرجع؟ لا بلاش، ما احنا نضرب لو اشتغلنا على صح كده. احنا ما بنصدق ان ننام جعانين يوم. البهارات بتاعتي هنحط الملح وكمون وفلفل. يلا بينا. انت تتبسطي. انت تتبسطي عشان سلطه الطحينه. حلو 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 حلو. طب تيجي اساعدك انا اقف اقلب وانا اعمل سلطه الطحينه على ما تعملي الطحينه عشان التايم. اوكي يلا بينا. الله يا جماعه الفلفل حامي ف بي مش عارف بيحرق في المناخير كده. استاذ فهمي شايفك على فكره. استاذ فهمي شايفك. حطينا الطحينه. هنحط بس توم. يعني طبعا الثوم انا حطيته في الصدق ونسيت خالص. فهنحتاج ثوم. حلو. مش معانا بقى هو ايه يعني اللي في البيت يحط اكيد الثوم ده اهم حاجه في الطحينه. العقد بقى بتاع الطحينه هنفكه بميه. هنفكه بميه. هنحط ليمون. يلا بينا. وهنحط خل، نقطه خل مش كتير. حلو. ملح وكمون بس. انا اعتقد ان هو تمام كده على فكره، ولا انت شايفه ايه؟ نحط شويه زيت. شايفه انه محتاج يستوي اكتر؟ او طبعا هياخد ميه دلوقتي. فعلا؟ كمان عارفه بعمل فيه ايه؟ بعمل ساعات بفرمه نص فرمه كده. السجق عشان يطلع زي بتاع بره.
لا انا بحب اكله قطع كده ماسك ماسك حاله. بس انت بتاكلي سندوتشات بره بيطلع ايوه فاكك. ايوه ساعات بديله نص فورمه كده. اوكي وهو على النار يعني بتهرسيه قصدي؟ ايوه بالهرسه كده. يعني عايزين اعمل كده قولي لي. اه حاضر. مين اللي هياكله؟ والله كل الناس الحلوه اللي منوره. حسب اللي هياكله. عمر بيعمل كده. فكيت الطحينه. ريحته حلوه قوي يا ولاد. وبهاراته سهلة وبسيطة قوي قوي. وغدوة حلوة ممكن يتعمل جنب مكرونة. قلنا الطحينة زيت وليمون وخل وساعات بحط عليها معلقة مايونيز كده بتديها طعم حلو على الطحينة. طحينة الله الله. عايزة مية أحط مية عليه ولا إيه؟ ممكن حد. يلا بينا. معانا وقت؟ احنا معانا وقت قد ايه يا استاذ فهد؟ بس بس. حلوة قوي معانا خمس دقايق احنا معانا وقت. حلوة قوي 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 قوي. ماشي. نجيب بس طبق تقديم لل حاضر. ما بعملش كده مع حد انا. انا ما بعملش كده مع حد. ماشي. بسم الله. وانا برضو مش اي حد الله. لا يا ست ست البنات والستات كلهم. ربنا يخليكي. حبيبتي. هلا والله يا فواز. هلا والله يا فواز. ممكن نستعمل بولة الخل. يلا بينا يا جماعه. بقول لكم ايه، انتوا مش واخدين بالكم ان النهارده انا نازله النهارده من البيت الجو تلج تلج بطريقه مرعبه. الصبح بس بيحرر على الظهر. بس خلي بالك ده جو عايا قوي. جدا. اللي هو ما تبقيش عارفه انت هتلبسي ايه ولا هتعملي ايه. انتي ولا اعمل ايه؟ طيب كده خلصت. احنا ممكن نشيل الاطباق دي نحطها في الحوض. معانا مين يا بساط؟ يا ريما مساء الجمال. الو ازيك يا ريما؟ ازيكم عاملين ايه؟ اخبارك ايه يا حبيبتي؟ داخلين بقى على الشتاء وانتوا بتغذونا. الشتاء يعز الاكل. بالظبط. وده عز الطلب. بالظبط. ما بنعملش حاجه غير ان احنا من الاوضه للمطبخ ومن المطبخ للاوضه. ايوه دي كده. لمطبخ البلد. اوعي ما تغفليش عن هذا البرنامج. صدقيني في مصلحه كرشنا كلنا هذا البرنامج. بالظبط. احلى حاجه الكرش في الحياه. قولي لي بقى انت ايه علاقتك بالمطبخ؟ لا انا بحب الاكل. لا ثانيه، بتحبي تعملي اكل ولا بتحبي؟ لا بحب اكل طبعا يعني. اوكي تمام. اوكي وغيرت بشوف الاكلة جوه. ده لو شمت الريحه معانا. لا واخده بالي واخده بالي. لا انت واخده بالك دي حاجه وانك شمه دي حاجه. يعني عايزه اقول لك. طب احكي لي انت عن احساسك. طيب الاكل ريحته حلوه قوي. ولسه كنا بندردش انا والشيف ان الصدق اكله لا بتبطل واكله ما بيختلفش عليها لا ميسور الحال ولا حد على قده ولا هي اكله جميله. بايدك يا شيف بجد. وبترمي كتير. صحيح. انا بس عايزه سؤال كده بسيط. طبعا عايزه طريقه بس مش تقليديه. عايزه طريقه للازانيا بس تكون جديده. احنا اتسالنا قوي على كتير قوي على اللازانيا. شكلها حلو وطعمها حلو. وسعراتها حلوه. سعراتها حلوه برضه. تقيله قوي. تمام. حالا عايزاها فراخ ولا لحمه؟ عادي. ولو ايه رايك نعمل ميكس فراخ ولحمه؟ ممكن. طب ريد صوص ولا وايت صوص؟ وايت صوص. طب الورد احلى ولا الياسمين؟ انتي التمر حنة. حبيبتي يا ريما شرفتينا ونورتينا. قولي لي بقى شيف ايه تجربتك مع اللازانيا؟ اللازانيا تحفة. عملتيها قبل كده؟ طب باظت منك كم مرة على طول؟ باظت مني مرتين بس كده. انا عايز الناس اللي بس في الاول والله في اول طريقي. طب ما تقولي لي بتريك ايه الحاجة اللي بتبوظ اللازانيا؟ سلق المكرونة. اوكي. دلوقتي انا بقيت اعملها من غير سلق. برص واحط وارص واحط. هي بتستوي في الصوص بتاعها تبقى احلى واطعم بكتير. طب احنا ممكن نبدا نقدم كده عشان يبقى معايا ايه دقيقة ولا حاجة دردش معاكي؟ عشان عايزة استفرد بيكي. صدق ايه ده اللي ياخدني منك؟ الله 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 يا ولاد. اوكي ممكن نحطه سريعا عند الدويره دي كده عشان نختم. هنا عند الدويره الخضراء. عند الدويره دي. الله.
فادية انتي شرفتينا، ربنا يخليك ونورتينا وانجزتينا ودلعتينا باحلى صدق في الدنيا يا حبيبتي. فرصه سعيده جدا وانا اسعد، ربنا يخليك. لحد هنا قعدتي الحلوه معاكي للاسف بتخلص، خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع تاني من فضلكم، استنونا. رجعنا لحضراتكم ولسه مكملين معاكم فقرات برنامج مطبخ البلد. احيانا الفقره دي يعني بتخاطب الناس اللي لفت ودارت وراحت وجت، راحت لدكاتره التخسيس ومن كتر الياس يا عيني فكروا ان هم يلجأوا لبعض انواع جراحات السمنه والمناظير. احنا النهارده هنتكلم عن حل محقق نجاح كبير جدا وسعره مش غالي، والغريبه معرفش ايه موضه ان الست لما تخس بحاجه ما تقولش لاختها ولا لسلفتها، تبص يغيبوا يغيبوا ويرجعوا، تبص لها متغيره تيجي تقول لك ايه ده انت متغيره، تقول لك الهم زبادي بالليمون بقى كتير وبتاع، ويبدا الكلام المتعارف عليه، والحقيقه ان هي مستخدمه حاجه جامده جدا ومش مكلفاها كتير وخست وغيرت من شكلها. تعالوا نشوف ايه هي اهم واشهر الحلول اللي محققه قصص نجاح كتير النهارده. منوراني ومشرفاني اخصائيه التغذيه منى ياسر. ازيكي منوش؟ ازيكي رحيم؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. كله بونو بونو؟ فل الفل. طيب قولي لي الاول الكورس بيشتغل ازاي؟ حلو قوي. دي اهم حاجه. كورس الانسيليوم بيشتغل ازاي؟ اول حاجه احنا معانا النهارده اربع منتجات وهديه. حلو. والهديه جامده قوي قوي قوي. طب نيجي دلوقتي للاربع منتجات، بيشتغلوا ازاي كلهم مع بعض وبيخدموا على بعض ازاي؟ وعليهم خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه وكمان متابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. طب تعالي بقى قولي لي كده يعني هو بيعمل ايه؟ اول حاجه ما بيشتغلش على كم المخ. تاني حاجه هقدر ان انا من غير اثار جانبيه، يعني منتج طبيعي او كورس طبيعي 100% بدون اثار جانبيه. لا شوقتيني والله، نعرف يعني هو في حاجه دلوقتي ما بتاثرش على الجسم؟ ايوه. اللي هي ايه كورس الانسيليوم؟ يحتوي على ايه بقى؟ الياف طبيعيه، تمام؟ الالياف دي بتخليه شبعانه فتره كبيره قوي، اللي هي قشور بذور السلم. تمام؟ تخليه شبعانه فتره كبيره قوي، قادره اسيطر على مين؟ على الجوع. يعني دي اهم مشكله شراها في الاكل، مش قادره ان انا اسيطر على نفسي باكل في اي وقت، او بيك ايترز اللي رايحين جايين يلقطوا دول، او بقي جوه الثلاجه بسبب الشتاء ان انا بردانه وعايزه اكل، او غاويه سكر، او عندي شراهه في الحلويات والسكريات. مين هيحل لي النقطه دي والمشكله دي؟ هو كورس الانسيليوم. ازاي؟ زي ما اتفقنا، اول حاجه بيعملها ايه؟ بيخليني شبعانه فتره كبيره قوي وقادره اسيطر على المشكله الكبيره بتاعه الجوع. تاني حاجه بيشتغل عليها هي الاقراص، الجرين كوفي، بتعلي لي الحرق، القهوه الخضراء. حلو. القهوه الخضراء دي بقى لسه ما اتحمصتش، وطول ما هي ما اتحمصتش فيها احماض اسمها احماض كلوروجينيك. احماض كلوروجينيك دي بتعمل ايه؟ اولا هي مضاد اكسده، ثانيا بتعلي الحرق بتاعي، ثالثا بتقلل من امتصاص الكربوهيدرات العاليه اللي انا باكلها، فبالتالي مش هتخن، بس مش هتخن. فبالتالي ان انا كده حرقي زاد وحفزت الحرق بمستخلص التوت اربع اضعاف. يعني الحرق بتاعي زاد والحرق بتاعي اتحفزته كمان، ضربته في اربعه. وكمان ان انا ابتديت شبعانه فتره كبيره، نزيد عليهم بقى كريم شد الترهلات اللي هو بيعمل ايه؟ بيشد الجلد كده ويخليه مظهره حلو وجميل. ونزيد عليهم اقراص كاتيكا اللي هي عباره عن فيتامين د وكالسيوم وكاف 2 ومغنيزيوم، وعليهم كمان الاربع منتجات دول هديه مهمه قوي. وهو غسول بشره فيه كولاجين وعرق سوس مستخلص التوت. لا خلينا نتكلم اكتر بالتفصيل، عايز ارجع للنقطه دي واتكلم عن الانجريدينتس بتاعت كل حاجه من اللي احنا ذكرناهم دلوقتي. بس معانا مداخله، معانا مين يا بساط؟ يا محمد مساء الجمال. الو. ازيك يا ندى؟ ازيك يا محمد، عامل ايه؟ تمام الحمد لله. اتفضل احنا سامعينك. انا اختي عندها 25 سنه. العمر كله يا رب. يا رب يخليك، وفرحها كمان شهرين. يا اختي يا اختي فال حلو. عقبالي. وكانت عاوزه تنزل شويه بتاع 30 كيلو، هي وزنها 160، طولها 160. حلو. ووزنها حوالي 100 110. اوكي، الطول 160 قلت لي؟ اه. والوزن 110، وسنها قد ايه بقى؟ 25. عندها اي امراض مزمنه؟ لا لا. عايزه، طب قول لي عايز ايه عن اي حاجه؟ لا هي قدامها شهرين وتتجوز صح؟
حلو قوي. دي تقدر بصي تغسلها حبه حلوين قوي قوي يا محمد. محمد خد الخصم يا محمد النهارده 50% يا محمد. محمد شرفتنا ونورتنا. احنا هنا بنتكلم عن سن صغير ما شاء الله مش بتعاني من اي امراض مزمنه. حلو ازاي جدا. تقدر او بعد قد ايه بالظبط تقدر تحس تغيير تام في شكلها؟ هنجيب لها فستان حلو قوي قوي بعد ما تخس 30 كيلو في شهرين ويمكن كمان يبقى 40 كيلو لو هي شدت حيلها شويه. ايه ده يا منى ده في شهرين 40 كيلو؟ يعني بني ادمه ثانيه خالص من غير عمليات جراحيه وبدون بالون معده وبدون من انا اضرب حاجات بقى ممكن تبوظ لي بعد كده لا قدر الله الحمل والولاده عن الخلفه يعني او تبوظ لي هرموناتي او تبوظ لي الامعاء او تبوظ لي هرمون الشبع هرمون مش هتلعب لي في كيمياء المخ؟ ابدا. منتج طبيعي وامن مرخص من وزاره الصحه. هيقدر يخليكي تلبسي الفستان اللي نفسك فيه يوم العرس بتاعك او يوم الفرح بتاعك. ازاي بيخسس من 10 ل 15 كيلو في شهر لو ما عملتش دايت؟ طب لو عملت دايت هيقدر يخسسني من 10 ل 20 كيلو لو عملت دايت. طب سؤال إيه، انت قلتي لي دلوقتي انه انا لو ما حرمتش نفسي من الاكل هقدر اخس الحد الادنى 10 كيلو مونثلي، صح كده؟ صح كده. طيب لو انا ما بحبش الرياضه، ما عنديش وقت امارس رياضه، عندي مرض مزمن مثلا الهارت ريت عندي بيعلى لما بتحرك شويه، ازاي ممكن برضو اخس مع الكورس ده وفي نفس الوقت ما كنتش بلعب رياضه؟ حلو قوي. عايز اقول لك ان في ناس مش بس ما عندهاش وقت ان تعمل رياضه او ما بتحبش تعمل رياضه، حالتها الصحيه لا تسمح ان هي تعمل رياضه. ازاي؟ مشاكل لا قدر الله في العمود الفقري او السن بيحكم على الواحد انه غصب عنه ما بقاش قادر يتحرك زي الاول. مشغولات الحياه برضو يا منى. او مشغولات الحياه، او انا ام ومش فاضيه. صح. انا مش فاضيه، انا يا دوب بودي النادي وبجيب من المدرسه وبعمل اكل وبنظف وبعمل بشتغل مالتي تاسك، بشتغل مليون حاجه، فانا ما عنديش وقت منها حتى اعمل رياضه، ما عنديش وقت لنفسي. طب الكورس هيناسبني؟ يناسبك جدا جدا جدا، لكل ربه منزل ما عندهاش وقت ان هي تروح لدكتور تغذيه او ان هي تروح الجيم او ما عندهاش وقت تعمل كل الحاجات دي وعايز تخس بطريقه طبيعيه وامنه من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد، بقول لك الكورس ده من انسب انسب واختيار ممتاز. خصم 50% وشحن مجاني ومتابعه مجانيه لجميع سوري متابعه مجانيه مع الفريق الطبي وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه. ونضيف عليهم ان اربع منتجات هيخسسوني وهيزودوا لي المناعه الجسديه وهيظبطوا لي مشكله ان انا لو مش قادره اعمل نشاط نشاطي اليومي لانه بيعلي لي النشاط الذهني والنشاط اليومي. يعني ايه يا منى؟ يعني انا خملانه وقاعد على المكتب كده شغلي على المكتب اللي هو الحاجات الطبيعيه اللي بتحصل لما بنعمل دايت مش وممكن ما كنتش بعمل دايت بس انا حاسه بخمول في هبوط كده ايوه هبوط حاد هو ده اعوذ بالله فالحاجات دي بتحصل منين؟ اوكي من انا فيتامين د عندي واقع. طب مين هيظبط لي فيتامين د؟ كاتيكا اللي موجود من ضمن الاربع منتجات بتوع كورس الاناسيليوم. كاتيكا هيظبط لي مستويات الحرق عندي، ده غير القهوه الخضراء، ده غير كمان قشور بذور السليم اللي موجوده في الاناسيليوم. طيب. فانا عندي كورس كامل متكامل هيظبط لي مستويات السكر في الدم ويخليني شبعانه فتره كبيره ويخسسني من 10 ل 15 كيلو وقادره اسيطر على الجوع كمان. خلينا ننوه ان حضراتكم تبادروا بحجز الكورس خلال وقت الحلقه علشان تقدروا تكونوا من الفايزين بخصم 50%. كمان تقدروا تطلبوا الكورس ده من خلال الاتصال الهاتفي على الارقام اللي موجوده تحت، كمان هي عليها واتساب او من خلال صفحه الفيسبوك ودي الصفحه الاوفيشال الوحيده ليهم اسمها وان دايت. وسواء هنتكلم على الارقام او على السوشيال ميديا هيرد علينا اطباء مختصين خريجي كليه صيدله وكمان حاصلين على دبلومات في التغذيه. قولي لي طيب انا هيرد عليا دكتور في التليفون بناء على اي اساس وهو ما شافنيش هيحدد انا المفروض اخد كذا من الكورس ويحدد لي كمان الجرعات؟ يعني ايه اللي بيحصل؟ هل بتطلبوا مثلا ان بودي؟ هل ايه الدنيا؟ الفريق الطبي المختص بيحتاج من كل عميل على حده بيكون ليه ملف لوحده عندنا. يعني ايه؟ الاسم والسن والحاله الصحيه لو في امراض مزمنه لو في اي حاجه. بس نيجي بقى لحته مهمه قوي ان احنا قلنا ان هو متابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. نيجي لحته مهمه منا، هو الكورس ده امن؟ كورس الاناسيليوم امن مع الامراض المزمنه؟ قلب، ضغط، سكر. كويس حتى منا للناس اللي عندها تكيس موبايل لان الدكتور بيقول لها خس الاول. ومقاومه الانسولين؟ مقاومه الانسولين. هل يا منا فعلا امن؟ امن 100% وطبيعي 100% وملوش اثار جانبيه زي بقيه المنتجات مجهوله المصدر اللي سمعي بقى بتعمل ايه؟ بتعمل قرحه وبتعمل امساك. واحنا بالعكس ده احنا كورس الاناسيليوم بيحل الامساك. بصي الاعراض الجانبيه للحاجات مجهوله المصدر معروفه وعشان كده احنا بنلجا للكورسات دي. بس خلينا نروح لام ملك لاني عايز اسالك على حاجه مهمه جدا. مساء الفل يا ام ملك. اهلا مساء النور. ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ عامله ايه؟
كله زي الفل. منا معاك. ممكن نكلم الاستاذه؟ منا معاك. اتفضلي يا روحي. ازيك يا استاذه منا؟ اهلا وسهلا بيكي. ازاي حضرتك عامله ايه؟ منوره. الحمد لله. بنور روك. بنورك يا روحي. تسلمي يا روحي. ممكن بس استشير حضرتك في حاجه؟ عينيا الاثنين اتفضلي. تسلمي. انا عندي الغده الدرقيه وسني 41 سنه. 41 سنه صح كده انا سمعت؟ اه تمام. وزني 96. تمام. هل لو انا خدت الكورس دوت في مشكله ليا يعني ولا حاجه؟ خالص. عشان انا ما بنزلش اصلا بسهوله اي منتج يعني. بصي كده عشان الغده وكده. طب انت عندك اي حاجه ثانيه غير الغده الدرقيه ولا الغده الدرقيه بس؟ لا هي الغده بس. الغده وبعدين جسمي في الزياده على طول. تمام. جسمك بيزيد دايما صح؟ اه على طول. ومهما تعملي دايت صح؟ ومهما تعملي دايت ما بيجيبش نتيجه معاكي صح؟ ما بيجيبش نتيجه. ايوه. انت جيتي في الحته الصح قوي. تلاقي ربنا يخليك. ربنا يبارك لك ويديك الصحه والعافيه يا روحي. نورتيني وشرفتيني حبيبتي. اسمعي بقى الخلاصه اللي سمع منوشه. نورتينا يا فندم. تمام. قولي لي الغده بتوع الغده الدرقيه دول. بصي يعني انا كنت محبطين قوي يا منى. محبطين. انا كنت مريضه غده درقيه. وبقول الحمد لله فضل رب العالمين ان ربنا شفاني وعافاني منها يا رب. وبطلت اخد الدواء اللي هو بيقولوا عليه دواء مزمن لازم تاخديه بقيت حياتك. ما فيش الكلام ده. لما بنظبط المناعه الجسديه نقدر نشفى منها. ازاي؟ المناعه الجسديه اساسها 100 فيتامين د. فهي عندها الحرق متوقف. احنا هنشتغل بكورس الانا سيليم بكذا اتجاه. اول حاجه هيخليها شبعانه فتره كبيره وقادره تسيطر على الجوع بالاقراص الانا سيليم. الجرين كوفي او اقراص الجرين كوفي اللي هي الاقراص القهوه الخضراء هتعللها الحرق. حلو. فبالتالي انا ظبطت الحرق عندها بتقول لك متوقف وبزيد. يعني مهما اعمل دايت انا ما بخسش. طب انا عندي ثبات في الوزن او ما بخسش يا منى حرفيا او عندي بسبب الكسل الغده الدرقيه انا مش قادره اتحرك وعندي كده كسلانه وتعبانه ومش قادره ما عنديش نشاط. خمول الغده الدرقيه فعلا هي دي اعراضه. تعبانه وهزلانه ومش قادره اتحرك. مين هيعللها مستويات الحرق؟ القهوه الخضراء. نزيد عليها بقى كاتيكا. كاتيكا دي عباره عن اقراص جيلاتينيه كده بتعمل شوكولاته طعمها حلو قوي جميله قوي. فبالتالي هتظبط لها مستويات فيتامين د في جسمها. فبالتالي الحرق عندها يزيد لما نظبط المناعه الجسديه عن طريق فيتامين د. لان فيتامين د لوحده ليه 2000 وظيفه. نزيد عليهم بقى كريم شد الترهلات. وانا بخس اكيد هيحصل لي ترهلات. ازاي بقى هشد الجلد بدون ان انا اروح اعمل عمليه جراحيه شد جلد ولا اروح اعمل على الاجهزه اللي موجوده دلوقتي كريم شد الترهلات اللي فيه منتجين مهمين قوي الكولاجين والكافيين. الكافيين هيحرق لي الدهون اللي تحت الجلد والكولاجين هيشد الجلد ويخلي مظهره حلو. وكمان هيعالج للسلوليت اللي هو بيبقى التعرض. الخطوط البيضاء دي اسمها ستريتش ماركس علامات التمدد. السلوليت ده بيكون تعرجات الدهون تحت الجلد. البارزة دي. ايوه تحس ان كده الجلد مش مستوي. في تعرجات. ده بسبب عدم ان الدهون اللي تحت الجلد مش مستويه. مين بيحل المشكله دي كمان؟ زي ما اتفقنا كريم شد الترهلات. يعني انا عندي كورس مكون من 4 مكونات. الاربع مكونات دول قادرين يظبطوا لي المناعه الجسديه عشان كاتيكا. وقادر كمان يخليني شبعانه بفضل الله سبحانه وتعالى يخليني شبعانه فتره كبيره وقادره اسيطر على الجوع. ونزيد عليهم مستويات الحرق بتزيد وبتتحفز. طيب خليني اسال على حاجه اخد من كلامك. انت قلتي لي ان في مكمل غذائي بيجي مع الكورس اسمه كاتيكا. صح. قلتي لي ان هو حاجات زي البونبون كده صغيره شوكولاته. صح كده. صح. هنا معرفش جالي سؤال وانت بتتكلمي انه كورس زي ده يناسب الاطفال وكمان يناسب السيدات المرضعات. يعني هي خلاص ولدت فبترضع طفلها وعايزه تظبط وزنها. عايز اعرف يناسبها الكورس ولا لا؟ حلو جدا. احنا الكورس بيناسب من اول سنه كام؟ من اول سنه 12 سنه لحد 70 80 سنه. يا منى ينفع يا منى حتى ماما مريضه قلب. طب حتى الاطفال اللي عندها 12 سنه ابتديت الاحظ على بنتي كده يا منى ابتدت تتدور كده وجسمها يقلوز وابتدت تتخن. اعمل ايه؟ ينفع الكورس يناسبها؟ ينفع جدا قبل ما الموضوع بعد كده يتفاقم. لان البنات دي بتبقى بدايتها بعد كده بتوصل لا قدر الله بيت الشر عني وعن كل الناس بتوصل بعد كده لتكيس موبايل تبقى نفسها في الخلفه ومش عارفه بسبب تكيس الموبايل وارتفاع رمون الانسولين. فنلحق عيالنا من دلوقتي. ان اذا كان سن 12 سنه لحد 70 80 سنه مناسب قوي الكورس وامن وطبيعي 100% ومرخص من وزاره الصحه ويخسسنا من 10 ل 15 كيلو. وهنطلب الكورس من الصفحه دلوقتي اللي ظاهره على الشاشه صفحه وان دايت او ارقام التواصل اللي ظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه برضو عليها واتساب. طيب يبقى مكالمات واتساب 50%. لمين؟ لاول كم متصل؟ انا وعدتك المره اللي فاتت كم متصل؟ قلتي لي 200 والله. طب ماشي والله 200 خلاص. لاول 200 متصل. لاول 200 متصل عشان لاول 200 متصل. ايوه. وهياخدوا هديه غسول بشره فيه كولاجين بحري وفيه عرقسوس وفيه مستخلص التوت البري وجليسرين وفيتامين اي وفيتامين سي. حاجه تفتح كده وتدي نضاره حلوه قوي. طب انا عايز اعرف حاجه بخصوص الغسول البشره ده عشان احنا في الشتاء طبعا
الماجوريتي بيعاني من جفاف بشره في الشتاء سواء بنعمل دايت او ما بنعملش دايت. تبص تلاقي كده، وانا هتكلم عن نفسي عشان محدش يزعل يعني، بص الاقي هنا في قشر كده، الجلد بدا يقشر وعيني بشرب كميه ميه مرعبه. بس في حاجه البشره عامه ده في ناس حواجبها والله بتتساقط في الشتاء، عارف والله العظيم حواجبك بتقع. فقولي لي، بتقولي لي من الانجريدينتس بتاعه الغسول ده العرق سوس بيفتح، يعني ازاي ممكن نستفيد من العرق سوس كغسول بشره؟ حلو قوي. تخيلي عندي غسول بشره فيه عرق سوس اللي هو بيفتح، وانتي اوكسيدنت، وفي فيتامين مضاد اكسده. اه مضاد اكسده، فبالتالي كل الاكسده او مضادات الاكسده بتعمل ايه اصلا؟ بتقلل السموم في البشره، فالبشره تبقى صافيه وحلوه وجميله، بيعالج لو في خطوط رفيعه. فيتامين سي وفيتامين اي بيفتحوا البشره، يخلوا البشره حلوه وجميله وشكلها حلو. الكولاجين البحري بقى، عشان كده يبقى شكلنا بصي بقى نصغر 10 سنين من العلاتشين. ايوه من العلاتشين ومنورين. تعالي ناخد المداخله دي. معانا مين يا ولاد؟ الو الو يا ابو صاد، مين معانا في المداخله؟ مساء الفل. مساء النور يا اخويا، حضرتك ايه؟ الحمد لله. اتعرف بحضرتك. معاك ابراهيم. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ الحمد لله. اخويا حضرتك ايه يا فندم؟ كله زي الفل. منى معايا. ربنا يديم الخير. يا استاذه منى، اخويا حضرتك ايه؟ زي حضرتك، ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير. عندي مشكله كبيره جدا يا استاذه منى، وايجو يعني تحلها لي. اتفضل. عينيا الاثنين. انا عندي بنتي عندها يعني ان شاء الله في الشهر واحد الجاي هتكمل 13 سنه. تمام. والمشكله ان هي بتزيد دايما في الوزن بدون اي يعني حق، بتاكل مش بتاكل بتزيد في الوزن. تمام. تمام. طبعا بتسمم ميه وعيا في المدرسه. تمام. والدبدوبه تخينه والحاجات دي، وبتيجي يعني كيهة المدرسه بسبب التنمر يعني. للاسف. فانا بصراحه كنت عاوز اعمل لها عمليه سمنه وكده. تمام. بس بصراحه خفت ان هي تتقصي وكده يعني فيما بعد يعني. لا بلاش بلاش، ما انصحكش خالص والله. فانا قلت لما شفت حضرتك على الشاشه، فقلت هل بقى الكويس ده لو البنت اخذته هل هينفع معاها في السن ده، ولا هيكون استنى لها شويه؟ لا خالص، هينفع جدا. احنا الكورس بيبتدي معانا من اول سن 12 سنه، فبنتك 13 سنه ما شاء الله، ربنا يحميها يا رب ويديها الصحه. يا رب. فمن اول 12 سنه هو امن وطبيعي وملوش اي اثار جانبيه، وهتاخد كمان خصم 50%، وهتاخد كمان غسول بشره مجانا مع الاربع منتجات. وعايز اقول لك كمان موضوع الحرق اللي عندها ده، ان هي بتزيد ده ممكن يبقى فيتامين د، وانصحك تفحص الغده الدرقيه لبنتك. تمام. وفيتامين ده هيبتدي يظبط لها موضوع ان الحرق عندها بطيء، وكمان الجرين كوفي والاناسيليوم، الكورس كله على بعضه هيظبط لها المناعه الجسديه جدا. استاذ ابراهيم شرفتنا ونورتنا. طيب خلينا اسالك اكتر سؤال، عشان انا عايزه السيد او الساده المشاهدين يبقوا متخيلين معانا ايه دور قشور السليم. يعني انا دلوقتي خدت الدوز اللي الدكتور هيحددها لي لما اطلب الكورس، ايه اللي بيحصل في المعده لما باخد قشور السليم؟ حلو قوي. قشور بذور السليم دي بتعمل ايه؟ دي عباره قلنا الياف. يعني ايه الياف؟ الياف كده زي الموجوده في الخضار والحبوب الكامله والفواكه والحاجات الحلوه دي كلها. طب يا منى الالياف دي بتعمل ايه؟ اولا انا بشرب مع الالياف دي او القشور بذور السليم ميه كتير، بيتحدوا مع بعض الميه مع قشور بذور السليم بيعملوا طبقه جل سميكه. اوكي. فبتفضل فتره حوالي 6 ساعات بتتهضم. فانا 6 ساعات لو قدامي الاكل اللي انا كنت مش بقدر امسك نفسي قدامه واكله كله وانسفه لحد اخر قطره، لا خلاص انا شبعان. انا مش محتاجه ان انا اضرب كل الكميه دي. قصدك انها بتنفش في المعده؟ بتنفش وبتعمل طبقه جل سميكه، جل عارفه الجل؟ اوكي. فبتفضل تتهضم فتره كبيره 6 ساعات، فانا شبعانه لمده 6 ساعات. تخيلي. ده غير ان الجرين كوفي اللي هي اقراص القهوه الخضراء بتعليلي الحرق وبتحفز الحرق، فانا بالتالي عندي نشاط بدني ونشاط ذهني. الناس اللي تقول لك انا بعمل دايت، انا قاعده عامله كده على المكتب مش قادره اقوم من مكاني. صح. او قاعده على الكنبه اتفرج تلفزيون مش قادره اتحرك من مكاني. مش قادره حتى اقوم انظف البيت اللي هو النشاط البدني اليومي العادي خالص. تمام. نقدر نطلب الكورس من على صفحه وان دايت اللي موجوده دلوقتي على الشاشه، والارقام اللي موجوده كمان على الشاشه عليها واتساب، او نقدر نتصل كمان نعمل اتصال وناخد خصم 50% وشحن مجاني ومتابعه مجانيه اسبوعيه مع الفريق الطبي. زي الفل. خلونا نطلع فاصل، احنا لسه مكملين معاكم قعدتنا الحلوه مع منى. هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني من فضلكم، استنونا. رجعنا لحضراتكم ولسه مكملين معاكم فقرتنا وكمان اسئلتنا.
طيب مبدئيا كده منا جايبه لنا شويه صور هنبص عليها ونشوف الناس بدات منين ووصلت لحد فين وهم ستيل مكملين بالمناسبه، بس خلينا برضو نبص معانا وقت نشوف الصور دلوقتي ولا انا عايز اسالها سؤال؟ عايزين نشوف الصور؟ ماشي يلا بينا. 25 كيلو في شهرين ونص. حلو 25 كيلو يعني تقريبا 12 ونص كيلو في الشهر. 12 كيلو مثلا يعني اللي هو قربت على المينيمم شويه يعني في الوسط ولا احنا قلنا من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد، ف 25 كيلو في شهرين ده حلو قوي قوي. انت عايزه تفهميني ان الحاله دي بالنتيجه العظيمه دي بفرق الدراع ده بتاكل عادي في الدايت؟ بفرق الدراع ده ردي بجد يا رب. بصي مش هادي عليكي، مش عايزه ادعي عليكي عشان انا بره وانا مش معاهم في البيت، انا مش معاهم في البيت، انا مش عارفه هو بياكلوا ايه، بياكلوش من المرايه. ايوه بس انتوا بتدوا بلان اكيد طبعا، بس خلينا نتفق ان في ناس برضو ساعات تقول لك لا انا هاخد برضو قطمه صغيره بالظبط، مفيش مشكله. لا احنا ما بنحرمهمش من الاكل خالص، خلينا نتفق حاجه، احنا ما بنحرمهمش من الاكل. ادي نقطه، تاني نقطه ان لا انت ليكي مطلق الحريه انك انت عايزه تتبعي نظام غذائي تتبعي، مش عايزه انت حره. وفي نفس الوقت انت هتخسي في مع الكورس الانا سليم زي ما اتفقنا ان هو كده كده انت شبعانه، حتى لو الاكل قدامك مش هتقدري تاكلي نفس الكميه اللي كنت بتاكليه قبل كده. طيب بطنك مليانه اصلا. طيب احنا قلنا هنا 25 كيلو في شهرين. ايوه حلو. هنا بقى عايزه اتكلم عن كريم شد الترهلات، قد ايه عظيم ان في كولاجين وكافيين قادرين ان هم يشدوا الجلد ويحسنوا مظهر اي مكان بقى، اذا كان في دهون في الدراع او في البطن او في الافخاد او في الارداف او في اي مكان انا حابه ان انا يعني احرق الدهون فيه بمعنى اصح. زي الفل، خلينا نروح للصوره اللي بعدها كده. الله بصي بصي البطن رجعت جوه ازاي. قولي لي بقى ده خس قد ايه في مهل في فتره قد ايه؟ 45 كيلو في 4 شهور. رقم شخص تاني خرج منه اساسا. وعايزه اقول لك بقى انا كمان نضيف عليهم انه بيتمرن، هو عايز، هو كان نفسه ايوه باين من العرق عشان ايوه عشان يتمرن جد. فخدي بالك بقى ان موضوع التسدي ابتدى يخف كتير. البطن مفيش ترهلات ومفيش حاجه مبصبصه كده ولا كده بسبب الجلد اللي فضي، بالعكس ده اتشد معانا عشان كريم شد الترهلات السحري حرفيا اللي بيقدر ان هو يشد الجلد بدون عمليات جراحيه وبدون اي اجهزه. احنا 45 كيلو في مهله قد ايه بقى؟ 5 شهور. 5 شهور 45 كيلو، نتيجه حلوه جدا. اوكي طيب ممكن نروح للصوره اللي بعدها من فضلكم. كرش البالونه. الله 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 الله. ايوه الله الله الله. 35 كيلو. عايز اقول لك ما كانش بيقدر يتنفس، كان بيحصل له انقطاع تنفس وهو نايم. 35 كيلو في قد ايه؟ 35 كيلو في قد ايه؟ في 3 شهور. ما شاء الله برضو نتيجه عظيمه جدا. دي اخر صوره معانا. ايوه اوكي. 25 كيلو في شهرين ونص. اوكي هنخس ونشبع ونبقى شبعانين وقادرين نسيطر على الجوع وكمان مستويات الحرق عندنا هتعلى مع الكورس الانا سليم اللي هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن الانا سليم والاقراص الجرين كوفي او القهوه الخضراء، ونزيد عليهم كمان كريم شد الترهلات السحري حرفيا، وكمان كاتيكا اللي فيها فيتامينات ومعادن زي فيتامين د اهمهم اللي هيظبط لي مستويات المناعه في جسمي، ونزيد عليهم بقى كمان غسول البشره الهديه اللي هو محتوي على مكونات برضو كلها طبيعيه وامنه 100%. الكورس مصرح من وزاره الصحه من اول عمر كمان 12 سنه لحد 70 80 سنه، وكمان عليه خصم 50% لاول 200 متصل وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، وكمان نقدر نطلب الكورس من على صفحه وان دايت اللي ظهر دلوقتي على الشاشه او الارقام اللي موجوده قدامكم برده على الشاشه عليها واتساب. طيب سؤالي بقى، ايه الحاجات اللي ممكن واحنا بنتبع حميه غذائيه معينه تفاصيل معينه او عاده معينه بنعملها يوميا ممكن تكون بجد بتوقع الدنيا خالص في الدايت؟ ما بنشربش ميه، ما بننامش كويس، الحرق النوم والميه، حرق باظ، الحرق راح في حته بقى بطيء جدا. الميه سبحان الله يعني خلقنا من الماء كل شيء، الميه اساس الجسم، الميه من 60 ل 70% بس اوف توتال بادي ووتر، الميه الجسم كله من 60 ل 70% بس ميه. تخيلي خلاياكي محتاجه ميه، عشان اقول لك كل خلايا جسمك فروم A تو Z محتاجه ميه من الف للياء. فتخيلي الميه مهمه، والنوم كمان، جوده النوم، مش بس انام وخلاص في اي وقت، لا ده انا انام في طواقيت معينه الحرق عندي بيزيد. الناس اللي بتسهر بقول لهم الحرق عندكم حرفيا، تقول لك ما بخسش مهما سو عملت دايت وقطعت الاكل اللي مش عارفه الساعه كام وباجي وبنام متاخر برده ما بخسش. انا سهيره برده بصراحه، يعني انا من النوع اللي سهير جدا. النوم بجوده يعني نقول ايه عاليه
اللي هو من الساعه 11 للساعه 6 الصبح ده احسن وقت ننام فيه، او من الساعه 10 لحد الساعه 6 الصبح ده احسن وقت ننام فيه. وننام يعني نام فعلا 8 ساعات بيفرقوا مع في الجسم قوي. الحرق، لان حرقك بيزيد وانت نايمه، هرمون النمو بيزيد وانت نايمه، هرموناتك بتنتج وانت نايمه، وانت نايمه بيحصل حاجات كتير قوي في جسمك. هو جسمك خلاص هو مرتاح دلوقتي فتره الراحه دي، فبيشتغل بقى بدل ما انت قاعده ومفتحه عينيكي والجسم مش فاضي ان هو يروح يشتغل الشغل اللي المفروض يشتغله. طيب خلينا برضو ننوه ان احنا نبادر سريعا بحجز الكورس ده خلال وقت الحلقه، علشان تقدروا تكونوا من اول 200 متصل هيقدروا يفوزوا بخصم بيوصل ل 50%، وكمان الكورس هيوصل لحد عندكم بدون مصاريف شحن، وكمان هتقدروا تستفيدوا من المطابعه الطبيه مع اطباء صيادله متخصصين وحاصلين على كورسات او دبلومات في التغذيه. تقدروا تتواصلوا مع الدكاترة من خلال الأرقام اللي موجودة تحت، من خلال اتصال هاتفي أو من خلال واتساب. كمان تقدروا تتواصلوا معاهم أونلاين على فيسبوك من خلال صفحة وان دايت، ودي الصفحة الأوفيشال ليهم الوحيدة. طيب ليه كورس أنا سليم بالتحديد؟ يعني ليه أروح له هو لو أنا مثلا شخص وزني 150 كيلو؟ أنا هنا بقى مش بتكلم عن سمنة موضعية حد عايز يخس 10 20 30، لا أنا هنا بتكلم عن شخص عايز يزيد، عايز يقل 50 كيلو. ليه انا سليم وما اروحش الكورسات الثانيه؟ حلو قوي. ليه؟ اول حاجه مكونات طبيعيه 100%، بيزيد عليهم ايه بقى؟ انه مش منتج مجهول المصدر، ده مصرح من وزاره الصحه المصريه. يعني عندي منتج طبيعي وامن ومتصرح كمان، يعني مش اي حاجه باخدها وخلاص، ولا خلطه عشبيه ولا مش عارفه الخلطه الخزعبليه ولا مش عارفه ايه اللي هتخسسني لا بالعكس. وحاجه كمان هتعالج لي مشكله الامساك. يعني ايه الالياف دي؟ بتحل مشكله الامساك. الناس اللي بتيجي تعمل دايت وتدخل في مشكله الامساك، مفيش اي تدخل كيميائي في الكورس ابدا، ما بيلعبش على كيمياء المخ ابدا. والنتائج بتاعته حلوه قوي وسريعه ومضمونه تمام، لانه مصرح وزاره الصحه المصريه، مكونات طبيعيه وامنه 100%. يبقى عندي اربع مكونات. طيب خليني بس اخد نورهان عشان انت جاي لك ناس كتير عايزه تسالك. نورهان مساء الجمال. مساء النور، ازيك يا جميل؟ عامله ايه؟ تمام يا روحي، منوره يا حبيبتي نور. حضرتك منا معاكي. اهلا وسهلا استاذه منا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يا رب تكوني بخير. تسلمي لي يا رب. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. انا اختي عندها 15 سنه ووزنها بيزيد بشكل كبير، واحنا مش حابين انها تاخد اي ادويه او اي حاجه، تعمل ايه؟ جت في الحته الصح قوي. عايزه اقول لك ان هي ما فيش اي امراض لا قدر الله، ما فيش اي حاجه، صح؟ لا هي زي الفل، بس وزنها بيزيد بشكل كبير. ربنا يحميها يا رب. عايزه اقول لك ان من ضمن يا ريت تحللها غده درقيه، ومن ضمن ان احنا يحصل لنا زياده وزن اوكي ممكن يكون بسبب نقص فيتامين د في جسمنا. فنعمل ايه؟ ناخد الكورس الانا سليم اللي عليه خصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، وكمان متابعه مجانيه اسبوعي مع الفريق الطبي. يا منى طب انا هاخد ايه في الكورس؟ هاخد اربع منتجات وهديه. الاربع منتجات عباره عن ايه؟ عن اقراص الانا سليم واقراص الجرين كوفي او القهوه الخضراء، وكمان كريم شد الترهلات، وكاتيكا اللي هو عباره عن فيتامين د ومغنيزيوم وكالسيوم وكاف 2، وعليهم هديه حلوه جميله لطيفه خالص عشان بشرتنا الحلوه. غسول بشره يحتوي على الاسوس والكولاجين البحري وفيتامين سي وفيتامين اي وجلسرين، وكل ده طبعا مستخلص التوت اللي بيفتح بشرتنا، وخصم 50% وشحن مجاني لجميع انحاء الجمهوريه، وكمان متابعه مجانيه اسبوعي مع الفريق الطبي. نورتينا وشرفتينا نورهان. طيب عايزاكي تشرحي لي كده منوشه بشكل مبسط، السيد المشاهد وانا شخصيا انا شويه فهمي بعافيه، ليه دايما لما بيكون عندنا نقص في شويه فيتامينز في جسمنا تبص تلاقي على طول الحرق بقى بعافيه؟ وايه علاقه ده بكاتيكا؟ حلو قوي. كاتيكا ده فيه ايه؟ فيه فيتامين د، مغنيزيوم، كاف 2 وكالسيوم. دول بيخدموا ازاي على الكورس الانا سليم؟ ايه ان ازاي نربط يعني؟ اولا الجسم ده يعني هقول لك ايه؟ يعني كل ما تدي له فيتامينات ومعادن اللي هو محتاجها على حسب احتياجه هتلاقيه كده حرقه زاد وتحسن. صحتك المناعه الجسديه عباره عن ايه؟ شويه فيتامينات ومعادن ونوم كويس وشرب ميه واكل بطريقه صحيه. شكرا. اكدي على الناس موضوع الميه ده منا، والله العظيم يا جماعه انا بقابل ناس اصدقاء يعني ناس اعرفهم شخصيا بجد، ممكن على مدار يوم كامل ابص الاقيه مثلا بالليل تقول لك انا لقيه ناشف قوي، ايه ده ازاي ما شربتش النهارده؟ ما شربتيش النهارده؟ كلميني يعني عايزاكي مش عايزاكي تخدي الناس، بس فكره يا جماعه اشربوا ميه. قولي لهم بقى بشكل متخصص، انت فاهمه اكتر مني، قولي لهم
قد ايه بجد الدنيا بتبوظ لو قللنا ميه؟ حلو قوي، اقول لكم شويه اعراض لو نقصنا ميه اللي يحصل في جسمنا. قولي لي. حلو قوي. اول حاجه لو حصل لنا الميه بس لو نقصت في الجسم، ركزوا معايا كويس قوي، لو الميه نقصت في الجسم من نص ل 2%، ايه ده بس كده؟ بدخل في اعراض جفاف. جفاف ايه؟ جفاف اللي هو الكبير. جفاف. والاعراض خدوا عندكم دوخه، نفس اعراض الانيميا، ضيق في التنفس، مش قادره اتنفس كويس، ونزيد عليهم الحرق متوقف، ونزيد عليهم مفيش نشاط بدني ولا نشاط ذهني. انا قاعده مش فاهمه اي حاجه، مع ان انا يعني طب اخد بقى قرصين صداع؟ لا لا خالص، انت عندك نقص ميه ومشاكل كتير قوي 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 منهم. صدقي فعلا ساعات كتير قوي لما اكون مصدعه ماما تقول لي اشربي ميه. ما هو بيكون قلنا اعراض الجفاف. تخيلي بس الميه لو نقصت في جسمك من نص ل 2%، الجسم بيدي الارم وقتي، اللي هو انا بنشف ريقك اهو، يلا بسرعه دخلي ميه علشان انا شويه وهفرقع. هو فعلا الميه اساس الحياه، فعشان كده الحرق لو متوقف او بحس بدوخه او بحس ان انا مش قادره اتنفس كويس او تعبانه وهزلانه ومش قادره، نقص ميه. نفس اعراض الانيميا نفس اعراض نقص الميه. عشان ما نخلطش ما بينهم. تقول لي انا عندي الحديد بتاعي بيرفكت وكويس قوي، بس ليه عندي اعراض الانيميا؟ عندك نقص ميه. يبقى هنربط ده ازاي؟ تمام، بالكاتيكا، اقراص الكاتيكا، ان احنا محتاجين ميه ومحتاجين المناعه الجسديه دي عباره عن ايه؟ عن شويه فيتامينات ومعد، واهمهم فيتامين د المسؤول عن الحرق والايض، واللي هو لما بينقص في الجسم فيتامين د الغده الدرقيه بتبتدي ان هي ايه؟ تروح مطلعه ضوافرها كده وتقول لك بس خلاص شكرا انا جيت في الجسم. طيب تعالي ناخد وفاء. مساء الجمال يا فوقه. مساء الفل، ازيك يا ندم؟ ازيك يا حبيبتي، انت اخبارك ايه؟ الحمد لله رضا الله. قولي لي، لا ما تقوليليش، منا معاكي، اسالي اللي نفسك فيه. اتفضلي يا راحي. انا بصي انا عندي نسبه دهون عاليه، انا وزني 81. تمام. وتقولي 150. تمام. 150. كم عمرك؟ اوكي. 45. 45 تمام. في اي امراض لا قدر الله؟ معايا سكر. الف مليون سلام عليك، ربنا يديك الصحه يا رب طول العمر. ربنا يبارك حالا يا روحي، هرد عليكي. الكورس مناسب ليكي ولا لا؟ صح كده. طيب على كل، شرفتينا ونورتينا، يعني حالا منها هترد عليكي. حلو قوي. دي دلوقتي فكره 45 سنه مش كبيره، مش كبيرة، بس الحرق ممكن يكون عندها بسبب ابتدى نقص فيتامين د والولادة. انت عارفة الولادة بتعمل فينا ايه؟ بس نقص الكالسيوم اللي في جسمنا، فبالتالي الكالسيوم اللي نقص في الجسم انا بحس ان عظمي وجعني. يدخل الشتاء عليا وحرفيا عظمي متكسر. بقوم من النوم بالعافيه. ليه؟ لان لما طبعا الحمل والولاده بيعملوا ايه؟ الكالسيوم بينقص من الجسم. طب اعوض ازاي؟ من ضمن الكورس اللي انا سيليوم في كاتيكا اللي هو رابع منتج. فبالتالي في ايه؟ كالسيوم وكاف 2 وفيتامين د ومغنيسيوم. الكاف 2 مع الكالسيوم بيتحدوا مع بعض ويبتدي الكالسيوم يترسب على العظم، فالهشاشه اللي حصلت لي من الحمل والولاده يبتدي الكالسيوم يترسب على العظم، فحصل لي حاجه اسمها بون دينستي اللي هي كثافه العظام. فانا كده حليت مشكله كبيره قوي اللي هي فيتامين د اللي هو الحرق متوقف بسببه، او ما بنزلش او بتخن، وكمان الاقراص الانسيليم اللي بتخليني شبعانه فتره كبيره قوي وقادره اسيطر على الجوع. ونزيد عليهم كمان اقراص الجرين كوفي اللي هي الاقراص القهوه الخضراء اللي هي عباره عن ايه؟ بتزود الحرق وتحفز الحرق في جسمي، مضادات اكسده، وكمان بتقلل من امتصاص الكربوهيدرات ان هي تتحول لدهون. فبالتالي انا كده ايه؟ في السيف سايد قوي. انا كده زودت الحرق وخليت نفسي كمان شبعانه فتره كبيره وقادره اسيطر على الجوع، وكمان ظبطت مستويات فيتامين د والكالسيوم والكاف 2 والمغنيزم اللي بيظبط مستويات السكر في الدم، وامن الكورس وطبيعي جدا. فكرني بالهدايا والخصم حالا اهو، ركزوا امن وطبيعي. احنا معانا في الحلقه دي 200 يعني 200 متصل على طلب الكورس، هياخد خصم 50%. 200 النهارده، 200 200 ده يلا رقم كبير ما شاء الله طبعا. فبالتالي انا كده كورس انا سلم هيقدر خسسني من 10 ل 15 كيلو في شهر واحد، وامن على مرضى السكر ومرضى القلب والناس اللي عامله قسطره او الناس الكبيره في السن، لانه امن اول سن 12 سنه لحد سن كام؟ 70 80 سنه. ونزيد عليهم زي ما اتفقنا كريم شد الترهلات اللي رابع منتج موجود معانا، وهو عشان يشد لي الجلد ويحسن من مظهره ويعالج اهم مشكلتين، علامات التمدد والسيلوليت اللي هو بيكون فيه تعرجات دهون تحت الجلد. فبالتالي كده الكورس عليه خصم 50% وشحن مجاني متابعة مجانية أسبوعي مع الفريق الطبي. أربع منتجات في الكورس الأناسيليوم وهدية غسول بشرة عشان بشرتنا تبقى حلوة جميلة كده. طيب
طيب حضراتكم تقدروا تطلبوا كورس أنا سليم صح كده؟ أيوة، على الأرقام اللي موجودة تحت أو عليها كمان واتساب أو من خلال صفحة الفيسبوك اللي هي صفحة وان دايت، وحضراتكم كمان تقدروا سريعا تتصلوا وتطلبوا الكورس عشان تكونوا من أول 200 متصل هيقدروا ياخدوا خصم 50%، واللي هيتواصل معاكم دكاترة صيادلة مختصين. منا شرفتيني ونورتيني لحد هنا. للأسف قعدتي الحلوة مع منا بتخلص، وكمان فقرتي بتخلص، وكمان حلقتي بتخلص. أقدر دلوقتي أقول لكم بمنتهى الأريحية باي باي يا زبادي.